السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وجل وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناه تربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناه، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقه النهارده يا شباب حلقه مهمه جدا، هنتكلم فيها عن ازاي حبيب تبدا مشروع الارانب مع ابو نرمين، وتتعلم ازاي تشتغل وتنجح في مشروع الارانب. الحمد لله يا جماعه فتحنا المحل اهوت الجديد بتاعنا، فتحت امر الجميع. اي حد محتاج اي حاجه خاصه بمجال الارنب، بمجال الطيور، العصافير الزينه، احنا ان شاء الله يا جماعه تحت امر الشباب، تحت امر الشباب كله. وكل هدفنا الناس كلها تكسب والناس كلها تعمل مشاريع وتنجح. ده يا جماعه شغل تمام، الجهازون اهوت رايح ان شاء الله كفر الترع. حبيبي قبل يا غالي، ده شغل يا جماعه رايح كفر الترع الجديد. عبد الرحمن شاب يا جماعه عنده 14 سنه او 15 سنه شباب، بفضل الله جاي في الطريق ان شاء الله ياخد الشغل ده اهوت بفضل الله اهوت مجهزينه. ده المحل، وعبد الرحمن جاي ان شاء الله ياخده. طبعا يا جماعه ده برده قفص اهوت، بطاريه 6 عيون استعمال، ماشي يا جماعه. جراحه لمعاذ في الشرقيه يا جماعه، هريه جاي ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله، بعد بكره النهارده الاربع جاي بعد بكره ان شاء الله يا جماعه ياخد البطاريه دي باذن الله. وطبعا معاذ جاي في اسمه عبد الرحمن حبيب، جاي من كفر الترع الجديد يا جماعه تبع شربين الدقاليه، جاي باذن الله ياخد البطاريات بتاعته ان شاء الله. وجاي في الطريق كلمني، وجاي يا جماعه في الطريق. اي حد جماعه محتاج اي فراخ بيضه بفضل الله متوفره برضه يا جماعه، الفراخ البيضه ديت ماشي، فراخ البيضه يا جماعه بفضل الله متوفره ماشي. هنا برضه يا جماعه كل المستلزمات بتاعه الدواجن اللي هي السقايات، العلافات، سواء يا جماعه ديت يا شباب، ادي المستلزمات بتاعت الدواجن، السقايات يا جماعه الكبيره، السقايات الوسط، السقايات الصغيره، العلافات، مضاد الكوكسيديا ماشي، مضاد الكوكسيديا يا جماعه، مضاد السموم، الملاحه المعدنيه، مضاد الحيوان يا جماعه، مضاد الكوكسيديا برضو. وانا تحت امر الجميع برضو، محتاج متوفر هنا برضو يا جماعه كل حاجه بفضل الله، عصافير الزينه، مستلزمات الارانب، المشمع ماشي، اهيت المشمعات وفره، الولادات، سوسه الكيعان، مشتركات الارانب، اي حاجه انتوا عايزينها بفضل الله ان شاء الله يا جماعه متوفره باذن الله. كل المستلزمات، العلافات، الجرادل، اي حاجه باذن الله خاصه يا جماعه في مجال الارانب بفضل الله متوفر اللي انتوا عايزينه ان شاء الله يا شباب. واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي حاجه خاصه في مجال الارانب احنا ان شاء الله تحت امره. هدفنا يا جماعه ان انت تكسب وتنجح ان شاء الله. هنتكلم بقى عن ازاي تبدا مشروع الارانب مع ابو نرمين. طب ممكن تبدا يا جماعه ببطاريه 8 عيون، يعني ايه 8 عيون؟ واحد يقول لي ابو نرمين عايز بطاريه 10 عيون، يا حد قلبي ما فيش حاجه اسمها بطاريه 10، من البطاريه اما 8 عيون يا اما 6 عيون. كلمه 10 عيون دي بتبقى عباره عن افتكاسات تمام، صاحب المصنع او المحل بيلعب فيها، بيلعب فيها ازاي؟ زي البطاريه دي، زي رجل يا جماعه ماشي، ده 4 عيون تحت واللي فوق متقسمه 6 عيون، كده بقت 10 عيون تمام يا شباب. اللي فوق اساسها 4، اللي فوق بني عين 2 3 4 5 6، اساسهم 4. قام جايب بص حواجز حديد، وقام عامل حاجز حديد، قام مقسمها لك 6 عيون. البس يا معلم عشان خارجين حضرتك، ويقول لك دي بطاريه 6 عيون، العين بشيء وشويات وبيع لك بالعين، ويقول لك دي 10 عيون، وهي اساسا في الاصل 8 عيون. انت بتتدبس وبتتسك على ودانك وبتاخد على ودانك وتشتريها بالعين ان هي 10 عيون، ان هي اساسها 8 عيون، 4 واربعة اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة، وفوق اربعة معروفة، التمانية معروفة ان هي اسمها تمانية، نص هرم تمانية، في نص هرم ست زي دي مثلا، ست عيون، تلاتة وتلاتة، الهرمي بتبقى 16،
كم البطاريه عارف تبقى 16 16 يعني ايه؟ يعني مثلا 8 زي دولت في ظهرهم الجنب الثاني 8 لازقين في بعض. دي اسمها بطاريه هرم. هتبقى بقى بطاريه يا جماعه 8 عيون عين الذكر وثلاث عيون للثلاث نتيان وتشتغل وربنا يكرمك ان شاء الله وتبدا ان انت ايه؟ تكسب في مشروع الارانب. الذكر يا جماعه سعره 450 جنيه والنتيان 450 جنيه. الحته ب 450 جنيه. والبطاريه مستعمله يا جماعه لو حالتها نص نص بتعملها 1250 جنيه 1200 جنيه. حالتها حلوه بتعملها 1500 1600 1700 لان الجديد النهارده عامله 2450. الثمن عيون الجديد عامله 2400 2450. كده يا شباب المستعمله تعملها 1200 1300 1400 1500 1600 على حسب الاستعمال بتاعها. ده شباب تمام. يبقى قلنا كده هتبدا بذكر وثلاث نتيان. لو جبت حسبت يوم اربع حتات في 450 يبقى الاربعه في اربعه ب 16 وعندك 50 في اربعه ب 200 يعني كده 1800 جنيه ذكر وثلاث نتيان 1800 جنيه. تمام 1800 جنيه. والبطاريه يا جماعه 1200 جنيه استعمال دخلت لك في 3000 جنيه. 3000 جنيه تبدا تعمل مشروعك ب 3000 جنيه تبدا تعمل مشروع بتاعك ان شاء الله ب 3000 جنيه مبدئيا. ربنا يكرمك وتشتغل وان شاء الله واحده واحده تاخد من الخلفيات بتاعه الارانب وتكبر المشروع بتاعك لحد ما عندك بدل الام او الثلاث امهات تبقى عندك 20 و30 ام وربنا يكرمك ان شاء الله. يا شباب احنا بنتكلم على نقطة ابدأ وخد الخطوة واشتغل. ابدأ وخد الخطوة واشتغل. الناس اللي مكسلة وتقول لي هبدأ الشهر الجاي هبدأ الشهر اللي بعده أصل الصيف داخل أصل الشتاء مش عارف إيه اللي هبدأ في شهر 9 هبدأ يا جماعة تربية الأرانب مش حاجة اسمها 9 و7 و5 و1. الناس اللي بتبيع لك أرانب في شهر 9 دي أصلا مربيها في شهر في الصيف. الارانب السيولات الامهات البقاره اللي بتتباع لك في شهر 9 ديت موجوده في الصيف وطالعه في الصيف. ليه انت ما تشتغلش وتشتغل وتبدا تطلع انت ارنب في شهر 9؟ ليه؟ ليه ما تشتغلش انت وتنتج وتبيع للناس في شهر 9 سيولات وتبقى انت منتج وعندك سيولات وتبيع سيولات. فهمت يا جماعه؟ اشتغلوا اعملوا اي حاجه اشتغلوا. انا راجل مجالي تربيه طيور وارانب خلاص بجيب كل مستلزمات طيور الارانب. اسم القناه على اليوتيوب بتربيه الارانب والطيور مع ابو يرميه. تمام؟ فبنكمل كل مستلزمات الطيور البطاريات من الارانب العلافات الولادات الادويه الحاجات الخاصه بالطيور. بنكمل القسم بتاعنا. بنكمل قسم الطيور بتاعنا على اليوتيوب. تمام؟ واحنا تحت امر الجميع. اي حد محتاج اي حاجه خاصه في مجال الطيور متوفره. كل انواع العصافير بفضل الله متوفره. واحنا تحت امر الجميع. وطبعا تحياتي لعبد الرحمن اللي جاي ان شاء الله مكافر تبع يا جماعه ياخد الارانب بتاعته تاخد الشغل بتاعه. وطبعا تحياتي برضه لمعاذ اللي جاي ان شاء الله مش شغال ان شاء الله يوم الجمعه بعد بكره ياخد الشغل بتاعه. واحنا تحت امر الجميع. رقم التليفون يا احمد حبيب قلبي عليه. رقم التليفون يا جماعه للتواصل استفسار 010 28 35 9 175 واحنا تحت امر الجميع. اي حد محتاج اي حاجه خاصه في مجال الطيور بفرقها يا جماعه. كل حاجه انا متوفره السقايات والعلافات والادويه الزحمه لما اخش اجري. حاجتنا الصلاه على النبي. خش اجري. الصلاه على النبي حاجتنا باشا. حاجتنا الله اكبر عليه حمامنا وطيورنا وارانبنا وسقياتنا وكل حاجه على عينك يا تاجر. قشط عليه. احنا محلاتنا على السكه مش مستخبيه. كل سنه وانتم طيبين وعقبال العيد الكبير. حبيبي يا اكبر الله يصلح حالك. لا واحنا يا جماعه تحت امر الجميع. اي حد محتاج اي حاجه خاصه في مجال الارانب والطيور بفضل الله متوفره. موجوده يا جماعه بطاريات
متجدده، يعني متجدده يعني ايه؟ يعني تعتبر كسر زيرو، وارخص من الجديده 900 جنيه و950 جنيه، يا زي ما تعرفش الفرق بينه وبين الجديد. ارخص من الجديد 950 جنيه يا جماعه، فرق انت اولى بيهم تجيبهم ارانب. وطبعا تحت امر الجميع. دي كانت حلقه النهارده. رقم التليفون للتواصل واستفسار 010 28 35 9 175. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.